مخالفة بناء أو عاوز تتصالح حسب القانون الجديد وتستفاد من حزمة التيسيرات المقدمة من الدولة لتوفير الأوضاع والدخول تحت مظلة القانون ولسه ما قدمتش، تعال هنقولك هتعمل إيه. بانكير نبض البنوك. كتير من الناس مش فاهمة تفاصيل قانون التصالح الجديد ولا عارفة ايه الاوراق والمستندات المطلوبة عند التقدم بطلب للمركز التكنولوجي في المركز او الحي التابعين ليه للتصالح على مخالفات البناء حسب قانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023. بلكير هتقدم لك كل التفاصيل وكمان الاوراق والمستندات المطلوبة لتقديم طلب تصالح على مخالفات البناء بالجيزة، وهي كالتالي: صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب والمستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها، والإيصال الدال على سداد رسوم فحص الطلب وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع، وكمان نسختين من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المقدم عنها طلب التصالح معتمدتين من مكتب هندسي أو مهندس نقابي تخصص مدني أو عمارة بحسب الأحوال، وكمان تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف صادر عن أحد المكاتب الهندسية الاستشارية أو من مهندس استشاري مقيد بنقابة المهندسين متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية بحسب الأحوال، أو من أحد المراكز البحثية أو من كليات الهندسة على أن يوقع عليها مهندس استشاري متخصص بذات الجهة مصدرة التقرير، ويكتفي التقرير من مهندس مقيد بنقابة المهندسين متى كانت مساحة المبنى محل المخالف فلا تزيد على 200 متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه 3 أدوار، وكمان شهادة قيد مؤمنة المهندس مصدر التقرير صادرة عن نقابة المهندسين أو صورة منها بعد الاطلاع على الأصل، وكمان نسخة من الرسومات المرافقة لترخيص البناء وصورة الترخيص إن وجد، وكمان شهادة بتحديد جهة الولاية من المركز التكنولوجي المختص بالنسبة للمخالفات الواقعة بنطاق وحدات الإدارة المحلية يمكن إعدادها من خلال مركز معلومات شبكات المرافق، وكمان ما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد طبقا للقانون المنظم لذلك، وذلك بالنسبة لمخالفة التعدي بالبناء على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، وكمان هتاخد معاك شهادة أو مستند أو أي ورقة رسمية بتحدد تاريخ المخالفة البنائية بأي من المستندات زي مثلا شهادة من وحدات المتغيرات المكانية بالمحافظات تفيد تاريخ ارتكاب المخالفة ومحل طلب التصالح وصفها وإحداثيات الموقع، وذلك في الحالات التي لا يمكن إثباتها بالتصوير الجوي، وكمان محتاجين المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها حيال المخالفة وتقرير معاينة سابق على تقديم للطلب من إحدى اللجان الفنية المختصة أو أي جهة إدارية يمكن إعدادها من خلال مركز معلومات شبكات المرافق، وكمان المستند الدال على تاريخ توصيل أي مرفق من مرافق العقار كهرباء أو ماء أو غاز أو تليفون أو إنترنت، وكمان مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية وعقود البيع المشهرة وعقود الإيجار مثبتة التاريخ، وكمان صورة مرتقطة من القمر الصناعي صادرة من جهة رسمية، وكمان تقرير هندسي يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة صادر عن إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات. ولما تحضر كل الأوراق والمستندات دي هتقدمها، وقبل ما تمشي موظف الحي هيخليك توقع على إقرار بصحة المستندات المرافقة للطلب والبيانات المثبتة به ومنها المساحة وعدد الأدوار. كانت معكم هلا باشيتي من بنكير، شكرا لكم. بنكير نبض البنوك.